السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم مزيان؟ كما كتشوفوا بناتي اليوم كالعاده مشيت لبيم، صورت لكم البنات هاد العروض. هاد العروض زوينه بالاسمنه بكل شيء. وجابوا البنات هاد بابيليز. هاد بابيليز البنات خداو منه البنات بزاف، لان الاسمنه ديالو زوينه ومناسبه. هذا راه تحتاجه بصراحه اي بنت، وراه خفيف وزوين. وجابوا البنات هذا كيحيدوا به الزغب من الوجه، حتى هو البنات راه زوين والثمن ديالو زوين. الثمن زعما بصراحه مناسب اليوم هذا النهار ديال البنات. هانتوما هاد الثمن ديالو. وجابوا البنات هادي كتغسلي كتنظفي بها الوجه ديالك من الماكياج، حتى هي هاد الثمن ديالها. جابوا فيها جوج ديال اللوينات، فيها الشيبي فيها الغوز. الثمن ديالها هو البنات 49 درهم. بصراحه اسمنه زوينه. جابوا البنات هاد الساعه، هاد الساعه راها زوينه، خداو حتى هي من الناس بزاف لان الثمن ديالها زوين. هانتوما البنات راها زوينه. وجابوا البنات هاد البوله، هاد البوله راها كتحط حتى تقدري تحطيها حتى لافابو، راه كتشارجا فيما بغيتي تعلقيها كتعلقيها. هادي راه بحال الدريه، فيها ربعه ديال البولات 39 درهم. هاد الطبيصله تاع البنات كتقدمي فيهم هكا بيتزا حليوات. هانتوما فيها جوج ديال اللوينات، جوج ديال الاشكال. جابوا البنات هاد البزيط مع حتى هما راه زوينين، لان ما قدرتش نحلهم، فيهم شي ثلاثه ديال الالوان. اللوين ديالهم الثاني فيهم الشويبي، فيهم السامبل، فيهم المزوق. ها هو نتوما هذا في الكحل 39 درهم. بسطام البنات راه كبير. وجابوا هاد السيبوره البنات، هادي راه حتى هي هزو منها الناس بزاف لان الثمن ديالها زوين وراها كبيره، راه بالبوله ديالها بكل شيء. هانتوما ها هي 179 درهم. وجابوا البنات هاد المنظم، كتحطيه في الحمام، تحطي عليه الفوطه، تحطي عليه، راه الشكل ديالو زوين البنات. هانتوما في هاد السليله تحطي فيها الفوطه، تحطي فيها هكا الشابان الروايح. الثمن ديالها 549 درهم. وجابوا البنات هاد سبيراتوس ديال الطوموبيل، كتنظفي بها الطوموبيل ديالك بالقنيتات الجناب، حتى هي راه زوينه، حتى هي هزو منها الناس بزاف. الثمن ديالها زوين 99 درهم، لان راه رخيصه بصراحه. وجابوا هاد اريال، هذا كان عندهم السيمانه اللي فاتت عيد ديال 3 كيلو، خديت عيد ديال 3 كيلو. هذا البنات راه 12 كيلو بصراحه، راه تينفع. الثمن ديالو 95 درهم. وجابوا هاد الطون، الطون البنات راه كبير، راه ينفع بصراحه في رمضان، 119 درهم. وجابوا التمر، جابوا التمر ديال كيلو، ديال جوج كيلو التمر البنات راه زوين. هانتوما هما حالين، ديال كيلو 29 درهم، هادي ديال جوج كيلو. كم البنات على هاد المقيلات؟ بالنسبه للمقالي اللي صورت السيمانه اللي فاتت، سولوني عليهم البنات، قالوا لي واش ثقيلين واش زوينين، كي داير الشكل ديالهم. وما بغيت نقول لكم، هادو انا راه خديتهم العام اللي فات. العام اللي فات كانوا جابوا هاد اللون الباج، وهاد العام جابوا داك اللون في الكحل. هادو البنات راهم كرانيت، هادي البنت راها ثقيله، راه العام كامل وانا كنخدم بها. راكم كتشوفوني الا طيبت شي حاجه راه كنصورها، راها ثقيله البنات زوينه، وكندير فيها الكراميل ما كيلصق ليا ما والو، والثمن ديالها زوين. وكاينه البنات هذه حتى هي رانا كنخدم بها، شوفوها نتوما كي باقا دايره، راه عام وانا كنخدم بها، وراها ثقيله
كندير فيها كحرشة، كندير فيها الكريب، كندير فيها بانكيك، كندير فيها اومليت، كندير فيها اي حاجة. راهم البنات زوينين، راهم باقين، عسر وخدوهم خدوهم ورا ما غتندموش عليهم بصراحة، راهم زوينين. والبنات بغيت نشارك معاكم هاد الحويجات، ولا عجبكم الفيديو ما تنساونيش من ابوني ومن لايك، تخليوا لي التعاليق ديالكم. يلا البنات بالسلامة عليكم.